أحد مواطني محافظة ميسان صور شوارع مدينة العمارة مركز محافظة ميسان التي طالما تبجح محافظها بأنها الأولى على باقي المحافظات في العمار. دعونا نشاهد المقطع التالي من مدينة العمارة. هاني ميسان تذهب النصر. هلا هلا بدك هالشط. هاي نص العمارة. الله أكبر. هاي عين حسين نص العمارة أخوان. شوف باعوا. شوفوا باعوا. هاي العمارة. شوفوا الماي. شوفوا. هاي العمارة، هذا الجامع الكبير مال ميسان. شوف الماي، هاي نص ولا هاي؟ شوف بحر الكوستر. الله. بقولك هذا يشفط اللي اسمه. صلصة مالته وعلي خضر هذا بالكيل. بقولك يا رحمة. بقولك دور شنو؟ دير باب دير باب. يشفط. لا تسحب ماي. هذا طفل هذا خطية. هذا مو صلصة مالته هنا. يشفط ماي يقوم محرك. ها اخوي. طفيت عمل عيني. طاب ما اقول لك باوي طاب هاي شوف بعضها اخوان هاي حي حسين هاي بال المنتزه هاي نص العماره وينهم؟ وين ابو 28 عضو مجلس محافظه وين نائب مدير البلديه الطرق والجسور المجاري وينهم نايمين؟ بنى التحتيه وينهم؟ هاك تفضل باع شنو ذنب هذا الرجال؟ شوف بعضها خطيه شوف بابا هاي السيارات بابا هاي حي الحسين هاي هذول ما يشوفون الماي شو يسوون مجبور يعني يفوت يعني شلون والله بطل